بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيك في قناة ليزي بروجرامرز مع أول درس من كورس الأندرويد. في الكورس ده إن شاء الله هعلمك كل حاجة في الأندرويد، والطريقة اللي هنمشي بيها إن شاء الله هو إن كل ما يكون فيه 3 أو 4 مواضيع مختلفة عايزين نتكلم عليها في الأندرويد، بنقوم عاملين تطبيق متكامل نشرح فيه 3 أو 4 مواضيع دول، بحيث إن أنا أعلمك كل حاجة بطريقة عملية تقدر تنفذها مباشرة أثناء ما أنت بتتفرج على الفيديو أو بعد ما تخلص الفيديو على طول إن شاء الله. فأول تطبيق هنبدأ بيه إن شاء الله هو الكرنسي كونفرتر آب. تعال الأول نشوف التطبيق ده بيعمل إيه. ببساطة التطبيق ده بيسمح للي بيستخدمه إن هو يحول من عملة إلى عملة، يعني مثلا لو داس على الدروب داون منيو هيجي له 4 عملات، الجنيه المصري والدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي اللي هو ده الاختصار بتاعه والجنيه الاسترليني. مثلا لو اخترنا هنا الأمريكان دولار، دي كده العملة اللي أنا هحول منها. عايز أحول العملة دي إلى، برضو عندي دروب داون منيو هنا فيهم نفس الـ4 عملات. لو اخترت مثلا الجنيه المصري وحدد هنا الكمية اللي انا عايز احولها، لو قلنا مثلا 1 دولار، كده انا عايز احول 1 دولار امريكي الى جنيه مصري، وادوس على convert فيقوم محوله لي للجنيه المصري. ممكن كمان اكتب ارقام صحيحة زي كده او ارقام عشرية زي مثلا 2.5 وادوس convert هيحوله لي برضو لرقم 10. طيب ممكن بقى اعكس او اختار اي عملة من دول، مثلا الدرهم الاماراتي هحوله للجنيه المصري، او لو عايز احوله للجنيه الاسترليني، فيبقى انا كده عندي 4 عملات اقدر احول ما بينهم وبين بعض. طيب انت كده فهمت فكرة التطبيق، ودايما في التطبيقات اللي هختارها لك هتكون تطبيقات متكاملة يعني حقيقية يعني، بس على قد ما اقدر هختار افكار بسيطة بحيث ان احنا تركيزنا اكتر يكون على الجانب البرمجي. زي ما انت عارف ان اول خطوة في برمجة التطبيق ان انا اجهز التصميم بتاعه. في الدرس ده ان شاء الله هنصمم اللي اوت دي، ومن اول الدرس الجاي نبتدي بقى نتعلم ازاي نخلي التطبيق ينفذ اللي احنا عايزينه، وازاي يستقبل مني كل المدخلات اللي انا ممكن ادخلها في الفيلد بتاع فروم او الفيلد بتاعته، وازاي يستقبل مني المدخل اللي انا هدخله هنا في الاماونت، وازاي لما ادوس كونفرت يستجيب ويقوم بالحسابات بتاعته ويديني الريزلت هنا، وكل حاجه تخص التطبيق ده. طيب نبدا على طول في التصميم. الاول هعمل فايل نيو بروجكت، هختار امتي اكتيفيتي نيكست، واخلي اللانجوج هنا كوتلين، واغير اسم التطبيق اخليه كرنسي كونفرتر اب، واخلي الباكج نيم كده زي ما هي com.example.currencyconverterapp، وهنا تختار المكان اللي انت عايز تحفظ فيه البروجكت ده في الجهاز بتاعك. طيب لو نزلنا كده هنلاقي حاجه اسمها مينيمم اس دي كي، هنخليها عند اي بي اي 21، وفي الدروس الجايه ان شاء الله هنتكلم يعني ايه اي بي اي 21 وايه الفرق ما بين كل الاي بي اي دي. ندوس فينيش. طيب كده احنا عملنا بروجكت جديد، ندوس على اب، ولو ما لقيتش الاب دي ظاهره ممكن يكون الاختيار اللي هنا بروجكت كده، فانت تدوس على السهم ده وتختار اندرويد، وبعدين تفتح بقى الاب. انت عارف من قبل كده ان احنا التصميم بنعمله في الفولدر ريسورس لاي اوت، بنلاقي هنا الاكتيفيتي مين متضافه تلقائي. نفتح الاكتيفيتي مين السبليت مود، هلاقي عندي الكونسترين لاي اوت متضافه تلقائي، وتكست فيو بسيط كده ومكتوب فيه هالو وورلد. طيب اول حاجه في التصميم عندي هنا الكرنسي كونفرتر تكست فيو، وعندي هنا تكست فيو اسمه فروم، بس خد بالك ان احنا مستخدمين نو اكشن بار ثيم. طيب تعال ننفذ الكلام ده، هندخل على الفاليوم الثيم ونختار الثيم دوت اكس ام ال، وزي ما اتعلمنا ان ده الثيم بتاع الابلكيشن انا ممكن اخليه نو اكشن بار. طيب نقفل ملف الثيم ونبدا بقى التصميم. همسح التكست فيو ده، واول اليمنت عندنا هو تكست فيو، هخلي الويدث راب كونتنت والهايت راب كونتنت، وهخلي التكست كرنسي كونفرتر، وهكبر السايز بتاعه اخليه 42 اس بي، وهخلي الكالر التكست كالر بيربل 700، واعمل كلوز تاج. وتعالى بقى نعمل له كونسترين، هعمل له كونسترين من التوب تو توب اوف بيرنت، واعمل له كونسترين من الستارت تو ستارت اوف بيرنت، وهدي له مارجن من التوب 16 دي بي، وبرضه مارجن من الستارت 16 دي بي، بس انا مش عايز التكست فيو ياخد الشاشه كلها، احنا التكست فيو في التطبيق بتاعنا واخد تقريبا نص الشاشه بس، فانا ممكن اجي عند الويدث زي ما انت عارف واحدد القيمه اللي انا عايزها مثلا 255 دي بي. وممكن اعمل حاجه تاني، ممكن اضيف جايد لاين اللي اتعلمناه في اخر درس في كورس التصميم، اضيف كده هنا جايد لاين، اخلي الويدث راب كونتنت والهايت راب كونتنت، واخلي الاورينتيشن بتاعه vertical، واضيف له بيرسنت فاليو 6 من 10 اللي هي 60%، واعمل الكلوز ديتاج. كده انا بقى عندي vertical guideline
القيمة بتاعته 60%، يعني الجزء ده كده كله 60% من الشاشة كلها، والجزء ده 40%. طيب انا عايز اعمل بقى كونسترين من الاند بتاع التكست فيو للجايد لاين ده. طبعا التكست فيو انا عامل الويدث بتاعه راب كونتنت، فعشان كده طلع بره الشاشة خالص. طالما عملت كده يبقى لازم تخلي الويدث ماتش كونسترين اللي هي 0 dB. تمام كده عملنا اول تكست فيو. بعد كده عندي تكست فيو تاني، تكست فيو راب كونتنت وراب كونتنت، واخلي التكست سايز 18 SB، وهكتب جواه تكست فروم، وهخلي الستايل بتاعه بولد، تكست ستايل اخليها بولد، ونعمل الكلوزد تاج. زي ما اتعلمنا في كورس التصميم انا ممكن اعمل الكونسترين هنا كده في الكود، او ممكن اعمله في الديزاين مود. ده كده التكست اللي انا ضفته الجديد. هعمل كونسترين من الستارت للستارت اوف بيرنت، ومن التوب للبوتوم اوف التكست فيو الكبير اللي فوق ده، وادي له مارجن من الستارت 16 ومن التوب 16. بعد كده بقى عايزين نضيف الفيلد ده. احنا كده ضفنا الكرنسي كونفرتر تكست فيو والفروم. عايز اضيف بقى الفيلد ده اللي هو اليوزر هيختار منه العملة اللي عايز يحول منها. انت ممكن تستخدم هنا ايديت تكست عادي بحيث ان اليوزر يكتب العملة اللي عايز يحول منها، لكن احنا هنا هنستخدم نوع جديد عليك من الفيو عشان بيبقى فيه كذا ميزة. النوع ده اسمه تكست انبوت لاي اوت، وزي ما انت اخدت بالك كده ان طالما ده لاي اوت يبقى هياخد جواه فيو تاني. الفيو التاني اللي جواه ده ممكن يبقى ايديت تكست. طيب الاول انا عايزك تركز، هو احنا ليه ما استخدمناش ايديت تكست عادي واستخدمنا التكست فيلد تكست انبوت لاي اوت اللي جواها ايديت تكست؟ عملنا كده لكذا سبب. اولا ان الستايل بتاعه شكله جميل، عباره عن اوت لاين بوكس كده، شكله احسن من الايديت تكست، وفي نفس الوقت بيديني كذا امكانيه مش موجوده في الايديت تكست. يعني مثلا ممكن اضيف ليبل او هنت بحيث ان اليوزر اول ما يبتدي يكتب هنا حاجه يظهر له الليبل او الهنت ده فوق كده، وفي نفس الوقت ممكن اضيف هيلبر تكست هنا، كمان ممكن اضيف ايقونه كده في الاخر، وممكن اضيف ايقونه في الاول، وممكن اضيف هنا عدد الحروف المطلوبه تتكتب جوه التكست فيلد ده. وكل دي امكانيات موجوده في التكست انبوت لاي اوت اللي جواه ايديت تكست، ومش موجوده في الايديت تكست العادي. وفي نفس الوقت ممكن اعمل دروب داون منيو زي اللي احنا بنستخدمها كده في التطبيق بتاعنا، بس في الحاله دي بدل ما هستخدم هنا ايديت تكست هستخدم اوتو كومبليت تكست فيو. يبقى انا لحد دلوقتي عايزك تعرف ان التكست انبوت لاي اوت بيديني مميزات كتير مش موجوده في الايديت تكست العادي، وعايزك كمان تعرف ان اللاي اوت دي ممكن يبقى جواها ايديت تكست، وممكن يبقى جواها اوتو كومبليت تكست فيو لو انا هعمل دروب داون منيو. تعال نشوف كل امكانيات التكست انبوت لاي اوت جوه الكود بتاعنا. طيب هرجع للسبليت مود، وهنزل كده هنا واضيف تكست انبوت لاي اوت. التكست انبوت لاي اوت موجوده في الماتيريال ديزاين، الموقع المختص بالتصميم اللي شفناه الدرس اللي فات. هختار التكست انبوت لاي اوت، هخلي الويدث ماتش بيرنت والهاي تراب كونتنت، وهعمل الكلوزد تاج، واضيف بقى جواها ايديت تكست. نفس الكلام برضو زي ما التكست انبوت لاي اوت موجوده جوه التكست فيلد، برضو الايديت تكست موجوده جوه التكست فيلد، فهكتب تكست فيلد ايديت تكست، واختار الايديت تكست، اخلي الويدث ماتش بيرنت والهايت ماتش بيرنت، واعمل الكلوزد تاج. طيب كده اتضافت فوق. تعال نضيف لها كونسترين. احنا عايزين نعمل لها كونسترين من التوب تو بوتوم اوف الفروم تكست فيو، عشان يبقى التكست انبوت لاي اوت دي كلها تحت الفروم تكست فيو. طيب عشان اعمل كده لازم اكون مدي للفروم تكست فيو اي دي بحيث ان انا استخدمه هنا. فانا هدي مثلا هنا هعمل اي دي فروم تكست فيو، واجي هنا اقول كونسترين من التوب اوف تكست انبوت لاي اوت الى البوتوم اوف فروم تكست فيو، وبعدين هعمل كونسترين من الستارت للستارت اوف بيرنت، وكونسترين من الاند للاند اوف بيرنت، وهدي مارجن من الستارت 16 dB، ومارجن من الاند برضو 16 dB، وكمان ندي مارجن من التوب بس صغير شويه نخليه 8 dB. طيب كده احنا ضفنا التكست انبوت لاي اوت. تعال بقى نشوف كل الامكانيات اللي جواها. كل حاجه هقولها لك في التكست انبوت لاي اوت انت مش محتاج تحفظها، لانك هتلاقي كل حاجه موجوده على موقع الماتيريال ديزاين تحت عنوان تكست فيلد. طيب اول حاجه عايز استخدمها اللي هو الستايل الاوت لايند بوكس ده. احنا اول ما بنضيف التكست فيلد بتضاف بالستايل ده، لكن انا مش عايز استخدم الستايل ده، عايز استخدم ستايل تاني. فهنزل كده هلاقي هنا الاوت لايند تكست فيلد والستايل اللي مستخدمينه اسمه outline box. هضيف بقى الستايل ده عندي، فنرجع للاندرويد ستوديو ونيجي عند التكست انبوت لاي اوت، نضيف ستايل وهختار الاوتلاين بوكس اول واحد ده تكست انبوت لاي اوت outline box. كده بقى الشكل بتاعه outline. طيب اول حاجه ممكن اضيفها، ممكن اضيف هنا هنت، وليكن مثلا هكتب فيه select country مثلا. تعال نعمل run للابلكيشن، هتلاقي الهنت اتضاف كده،
وفي نفس الوقت اول ما تدوس وتيجي تكتب هتلاقي الهنت ظهر كده بالشكل الجميل ده. طيب ممكن كمان نضيف هيلبر تكست. الهيلبر تكست بيظهر تحت هنا، لو مثلا كتبنا ريكواير نعمل رن، ده كده الهيلبر تكست كاتبين فيه ريكواير، يعني معناه ان اليوزر لازم ما يسيبش الفيلد ده فاضي. ممكن كمان تغير لون الهيلبر تكست، هيلبر تكست كلر، وتختار هنا اللون اللي انت عايزه. هفتح ملف الكلر واضيف لون ريد هنا، وارجع بقى في الاكتيفيتي مين اضيف ات كلر ريد. طيب كمان ممكن تضيف ستارت ايكون، اللي هي الايقونه اللي بتبقى في بدايه الفيلد كده، سواء ايقونه انت مصممها بنفسك او جايبها من النت، المهم اي ايقونه بتضاف في ملف الدرابل، او ممكن زي ما اتعلمنا ندوس كليك يمين نيو فيكتور اسيت كليب ارت، ونبحث هنا في مجموعه الايقونات اللي موجوده في الاندرويد ستوديو. هبحث مثلا عن فلاج، اختار اوتلايند فلاج واسميه هنا، خليه مثلا اي سي ايقون يعني فلاج نيكست فينيش. اجي هنا في التكست انبوت لي اوت واضيف حاجه اسمها ستارت ايكون دروابل، واقول له انا عايز اضيف الايقونه اللي موجوده في ملف الدروابل واللي اسمها اي سي فلاج. نعمل رن، هتلاقي الايقونه اتضافت هنا كده. طيب كمان من الامكانيات اللي موجوده ان انت ممكن تضيف اند ايكون، يعني دي كده اسمها ستارت ايكون اللي هي في الاول، ممكن تضيف ايقونه تانيه هنا في الاخر. طيب هتستخدم اتريبيوت اسمه اند ايكون مود. الاند ايكون مود مديك شويه اختيارات لمجموعه ايقونات موجوده وجاهزه، زي مثلا كلير تكست لو اخترتها، نعمل رن للابلكيشن، هتلاقي ان انت اول ما تيجي تكتب يظهر لك العلامه دي، اللي هو لو دوست عليها كل الكلام اللي انت كتبته يتمسح. فدي كده ايقونه جاهزه بتستخدمها بس بان انت تخلي الاند ايكون مود كلير تكست. في برضو حاجه تانية اسمها باسورد توجل، لو عملنا رن دي كده تبقى مناسبه لو الفيلد ده هيتكتب فيه باسورد، بحيث ان انت لما تيجي تكتب الباسورد لو دوست هنا يختفي، لو دوست هنا يظهر. طيب كمان ممكن تضيف اند ايكون انت مختارها، زي ما ضفنا كده في الستارت ايكون دروابل، دروابل احنا اللي مختارينه، ممكن تضيف برضو اند ايكون دروابل، فهتعمل كده اند ايكون دروابل، خليه مثلا اي سي فلاج برضو، بس تيجي عند الاند ايكون مود وتخليها كاستوم، يعني انت بتقول له ان انا هستخدم اند ايكون دروابل من عندنا، فكده نفس الكلام عندي ستارت ايكون واند ايكون. طيب من الامكانيات الثانيه اللي موجوده في التكست انبوت لي اوت ان انت ممكن تعمل كاونتر هنا. فالاول هتستخدم، هتقول كاونتر انيبلد تخليها ترو، وبعدين الكاونتر ماكس لينث نخليه مثلا 20، نعمل رن. دي كده معناها ان انت عندك عداد هنا كده بيعد عدد الاحرف اللي انت بتكتبها، وانت كده بتقول لليوزر ان انت اخرك تكتب 20 حرف. طيب خلينا نصغر ال 20 دي، نخليها مثلا 5، نعمل رن. كده اقصى عدد للحروف ممكن نكتبه هو 5. طيب لو كتبت وصلت للخمسة وجيت زودت حرف كمان، هلاقي اللون الاحمر ده ظهر لي، معناها ان في ايرور، اللي هو ان انت عديت الخمس احرف المطلوبة. طيب في ميزة كمان ممكن استخدمها، هدخل الاول بس على ملف السترينج واضيف هنا ريسورس جديد سترينج، هسميه مثلا ايميل واعمل الكلوزد تاج، واكتب هنا ات جيميل دوت كوم، هيديني ايرور لان انا بادئ القيمه بتاعتي الفاليو بتاعتي بات، فممكن اخلي الجمله دي كلها في دبل كوت كده، وارجع بقى في الاكتيفيتي مين واضيف هنا بقى حاجه اسمها سافكس تكست، واخلي القيمه بتاعته ات سترينج ايميل اللي انا لسه ضايفها. نعمل رن ونشوف ايه بقى السافكس تكست ده. دلوقتي لو افترضنا مثلا ان انا الفيلد ده اليوزر هيكتب فيه ايميل، فهو لما يجي يدوس هنا at gmail.com دي كده كده ثابته، وهو بقى يضيف الايميل بتاعه هنا، هي دي معنى suffix text. في حاجه تانية شبهها اسمها البريفكس تكست، ودي معناها ان الجمله الثابته دي هتبقى في اول الكلام مش في اخر الكلام. فكل دي امكانيات موجوده في التكست انبوت لي اوت، وطبعا زي ما انت عارف ان هي مش موجوده في الايديت تكست. طيب انا مش محتاج اي حاجه من الكلام ده، فهمسح تاجله وهسيب بس الهنت. بس انا بدل ما هستخدم الستايل ده، انا حبيت بس اعرفك ايه امكانيات التكست انبوت، لكن احنا في التطبيق بتاعنا هنستخدم حاجه اسمها اوتلايند بوكس اكسبوزد دروب داون منيو. عشان استخدم الستايل ده والتكست فيلد ده يبقى منيو، لازم اغير بقى التكست انبوت ايديت تكست دي لحاجه اسمها اوتو كومبليت تكست فيو. والاوتو كومبليت تكست فيو ده زيه بالظبط زي التكست فيو، بس هو بيبقى متوافق مع التكست انبوت لي اوت، وهتلاقي هنا بقى ظهرت علامه المنيو دي. طيب احنا عشان التطبيق في البدايه يبقى بسيط خالص، هنضيف هنا كده تكست ونكتب فيها امريكان دولار، يعني احنا كده هنحول من الامريكان دولار. طيب هدي للاوتو كومبليت تكست فيو اي دي عشان هنحتاجه بعد كده، هسميه مثلا فروم اوتو كومبليت تكست فيو، او سميه زي ما انت عايز. طيب نعمل رن ونشوف وصلنا لحد فين.
كده احنا عملنا التكست فيو الكرنسي كونفرتر والفروم تكست فيو والتكست انبوت لي اوت في شكل الدروب داون منيو. طبعا الدروب داون منيو لسه ما ضفناش فيها حاجه، عشان الموضوع يكون بسيط في الاول هنخلي مكتوب فيها الامريكان دولار بس. طيب بس هنا انا ممكن اضيف كلام تاني، ودي حاجه مش منطقيه. انا الدروب داون منيو دي انا هختار منها مش هضيف فيها، فانا ما ينفعش التكست فيلد ده يبقى اديتابل، يعني مش مسموح ان اليوزر يعمل اديت هنا يضيف الكلام اللي هو عايزه. طيب عشان اعمل كده هاجي هنا عند الاوتو كومبليت تكست فيو واحدد الانبوت تايب اخليها نان. انت عارف من قبل كده في الايديت تكست ان انا ممكن اخلي الانبوت تايب نمبر بس او تايم او تكست او ديت او فون او حاجات تانية كتير، لكن هنا نخليها نان يعني مفيش انبوت تايب اصلا. يبقى كده لو عملت رن للابلكيشن تاني كده موجود هنا الامريكان دولار بس مش متاح ان انا اعدل فيها. طيب احنا كده بقى هنكرر الخطوة دي تاني، وبعدين نعمل الاماونت، وبعدين نعمل البوتوم، وبعدين نعمل الريزلت. طيب نرجع لاندرويد ستوديو، نفتح الديزاين مود، عايز هنا تكست فيو اخلي التكست بتاعه 2 ونخلي التكست سايز 18 اس بي زي فروم كده، وهخلي التكست ستايل بولد ابلاي، وهعمل له بقى كونسترين من الستارت للستارت اوف بيرنت ومن التوب للبوتوم بتاع الانبوت تكست، وادي له مارجن من فوق 8 ومن الجنب 16. طيب عايزين بقى نضيف تكست انبوت لي اوت ثانيه، فهاجي هنا اختار تكست انبوت لي اوت واعمل لها كونسترين من التوب للبوتوم اوف تو تكست فيو، ومن الستارت للستارت اوف بيرنت، ومن الاند للاند اوف بيرنت، واديها مارجن من فوق 8 ومن هنا 16 ومن هنا 16. طيب ده الستايل الديفولت بتاعها، قلنا احنا عايزين نستخدم الستايل اللي هو الاوت لايند، فهرجع هنا في السبليت مود وادوس عليها كده، واجي هنا بقى واضيف لها الستايل اللي انا عايزه. ستايل احنا عايزين الاوت لايند بوكس دوت اكسبوزد دروب داون منيو، يبقى اختار الستايل ده. وقلنا طالما هستخدم الدروب داون منيو يبقى اخلي الفيو اللي جواها مش الايديت تكست انما الاوتو كومبليت تكست فيو. طيب همسح الهنت من هنا ومنساش اضيف الانبوت تايب اخليها نان، وبرده عشان الموضوع يبقى بسيط هنضيف هنا تكست نخليه ايجيبشن باوند، يعني كده احنا هنحول من الامريكان دولار للجنيه المصري. طيب نفس الكلام هضيف هنا هنت هكتب فيها سيلكت كونتري. طيب وبعدين نكمل بقى، عايز تكست فيو كمان، التكست بتاعه هيبقى اماونت، وهخلي التكست سايز برضو يبقى متلائم معاهم كده نفس السايز 18 اس بي، والتكست ستايل برضو هخليه بولد ابلاي، واعمل له كونسترين من التوب للبوتوم اوف التكست فيلد ومن الستارت للستارت اوف بيرنت، وادي له مارجن من فوق 8 ومن الستارت او من الليفت 16. بعد كده هضيف تكست انبوت لي اوت ثانيه، كونسترين من التوب اوف بوتوم اوف اماونت تكست فيو ومن الستارت للستارت اوف بيرنت ومن الاند للاند اوف بيرنت، وادي له مارجن من فوق 8 ومن هنا 16 ومن الاند برضه 16. طيب الستايل ده احنا عايزين نغيره بتاع التكست فيلد ده، وقلنا الستايل اللي احنا بنستخدمه هيبقى اوت لاين بوكس، بس هنا اوت لاين بوكس بس مش اكسبوزد دروب داون منيو، لان انا هنا ده المكان اللي هيكتب فيه الاماونت، هيبقى اوت لاين بوكس عادي. طيب وهخلي برضو الانبوت ايديت تكست زي ما هي، وهمسح الهنت من هنا واضيفه هنا للي اوت هنت، وهكتب مثلا اماونت. طيب بالنسبه للايديت تكست انا عايز الانبوت تايب بتاعه يكون نمبر بس، يعني بحيث ان اليوزر لما يدوس على الاماونت ويجي يضيف يظهر له الكيبورد بتاع الارقام بس مش بتاع الارقام والحروف، فاختار هنا النمبر. طيب بعد كده هرجع للديزاين اضيف بوتوم، هعمل لها كونسترين من التوب للبوتوم بتاع الانبوت تكست ومن الستارت للستارت اوف بيرنت ومن الاند للاند اوف بيرنت، وهديها مارجن من فوق 16، واخلي التكست بتاعها كونفيرت. وبعد كده هضيف تكست فيو نعمل له كونسترين من فوق للبوتوم اوف بوتون ومن الستارت للستارت اوف بيرنت، وادي له مارجن من هنا 16 ومن فوق 8، ونظبط بقى الخصائص بتاعته، نخلي الستايل يكون بولد واخلي السايز 18 اس بي. طيب ونغير بقى التكست فيو دي نكتب ريزلت، وبعدين اخر حاجه بقى عندنا تكست انبوت لي اوت اخيره اللي هيظهر فيها بقى الريزلت، اعمل لها كونسترين من التوب للبوتوم اوف ريزلت تكست فيو ومن الستارت للستارت اوف بيرنت ومن الاند للاند اوف بيرنت، واديها مارجن من الستارت 16 ومن الاند 16 ومن فوق 8. ونغير الستايل بتاعها، ندوس عليها دبل كليك ستايل نخليه اوت لاين بوكس، وهخلي دي ايديت تكست عادي، واضيف هنا هند كده مكتوب فيه مثلا كونفرتد اماونت، يعني الاماونت بعد ما اتحول. طيب وخلاص انا مش محتاج بقى الهنت ده،
بس ده كده ايديت تكست. يعني ايه؟ تعالى نعمل رن كده. ده كده التصميم بتاعنا. لو دوست على الاماونت هيظهر الكيبورد بتاع الارقام بس مش بتاع الحروف، عشان احنا خلينا الانبوت تايب نمبر. طيب عند الريزلت الفيلد ده المفروض ان هو هيظهر فيه الكميه بعد ما عملنا لها تحويل، فطبعا مش منطقي انه يكون اديتابل، يعني ينفع يتكتب فيه حاجه. ده المفروض الفيلد ده الهدف منه ان هو يظهر الكونفرتد اماونت، مش ان اليوزر يكتب فيه. فعشان كده ممكن استخدم هنا اتريبيوت اسمه enabled واخليها فولس. تعال نشوف دي معناها ايه. فكده انا خليت الايديت تكست كانه تكست فيو، هو مش بياخد مدخلات لكن بيظهر جوه تكست. كده فاضل بس ان احنا نغير اللون بتاع الكونفرت بوتون واللون بتاع الريزلت تكست فيو. تمام، هفتح بقى الملف بتاع الكالر واضيف كالر تاني وارجع للاكتيفيتي مين للريزلت، هضيف هنا تكست كالر اخليه ريد وادوس على الكونفرت بوتون واضيف هنا كده اب باك جراوند تنت الجرين كالر. طب خلي بالك هنا احنا استخدمنا اب باك جراوند تنت مش اندرويد باك جراوند تنت. طيب نعمل رن. طيب كده احنا خلصنا التصميم. الحاجه الوحيده اللي جديده عليك في الدرس ده هي ازاي تستخدم التكست انبوت لاي اوت. التكست انبوت لاي اوت بيبقى جواه يا اما ايديت تكست زي في الاماونت، يا اما اوتو كومبليت تكست فيو. الاوتو كومبليت تكست فيو بستخدمها لما اكون عايز اعمل دروب داون منيو زي دي. طيب احنا كده عملنا التصميم بس، وطبعا زي ما انت عارف لو ضفنا اي اماونت هنا ودوسنا كونفرت مفيش اي حاجه هتحصل. فالدرس الجاي ان شاء الله هنعرف ازاي اخلي التطبيق يستجيب ليا لما ادوس على البوتوم، وازاي اعرف القيمه اللي اليوزر كتبها هنا، وازاي اظهر له النتيجه بناء على قيمه العملة اللي هو عايز يحول منها وقيمة العملة اللي هو عايز يحول ليها. وبعد كده نتعلم ازاي نضيف هنا بقى باقي العملات التانية، ونفس الكلام ازاي نضيف هنا باقي العملات التانية. بكده يبقى وصلنا لنهاية الدرس. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للقناة. اشوفك الدرس الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.